عمر شباخ المنطقه الرسميه لفريق النادي المغربي. اليوم كان عندنا موعد مع الجيل العام العادي ديال فريق النادي المغربي اللي احتضنا القاعه ديال الموجوده بالملعب البلدي قاعه الشباعات. كان حضور ديال 39 من خارج 42، يعني كان نصاب قليلي. حضروا الممثلين ديال السلطان، الممثلين ديال العصبان، الممثلين ديال الجامعه. هذا الجمع هذا مر في جو عائلي بحد، يعني كما لاحظنا كانت تدخلات من بعض الاخوان في حق التقرير المالي والادبي. كان اجماع على تقريرين من طرف المخارطين اللي كانوا حاضرين، اللي قلت كما ذكرت 39. احنا هذا السنه هذا النادي القنيطري كما علم احنا كمكتب جينا لقينا الفريق في قسم الهوات بعد ما كنا غادرناه في 2012. كنا خلينا في القسم الوطني الاول ان نزل الى القسم الوطني الثاني، ولكن مع الاسف ملي نزل الى قسم الهوات كان لازم ان ابناء ديالو الشرعيين انهم يرجعوا هما اللي ياخذوا. وهذا الشيء اللي كان برئاسه السي حكيم دومو اللي كنقول له واخا راه باقي صغير كنقول له ابن الاب الروحي ديال فريق النادي القنيطري هو الحاج محمد دومو. عاود زرع الروح في هذا الفريق هذا. كما كنا عطينا بدايه الموسم كنا وعدنا الجمهور ان الفريق ان شاء الله غادي يرجع مبدئيا الى القسم الوطني الثاني في مرحله اولى، وفي المرحله الثانيه ان شاء الله غادي يكون الخدمه والخدمه متضافره ديال الجميع باش الفريق انه ان شاء الله يطلع القسم الوطني الاول.